تمكنت مصالح أمن طائرة حاسم سعود بالتنسيق مع مصالح مفتشية أقسام الجمارك لحاسم سعود من ضبط وحجز كمية من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأحجام والأنواع المقدر عددها ب 31654 وحدة على مستوى أحد الأكشاك التجارية بقطاع الاختصاص، بالإضافة إلى حجز كمية من المعسل وسجائر من صنع أجنبي تقدر ب 1160 علبة، مع توقيف 4 أشخاص ليتم تقديم المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.